أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج بعد الظهر. إحنا اليوم في منزل السيد أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح سابقا. كيفك سيد أمين؟ أهلا وسهلا بك. مرتاح؟ أمورك تمام؟ الحمد لله، رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. كل عام وانت بألف خير. أنت كنت طالب في جامعة النجاح، شو تتذكر من هذيك الأيام؟ جامعة النجاح، أنا يعني التحقت في جامعة النجاح بعد ما خرجت من السجن في 83، وبعدت في 85، ما كملتش يعني. فبعد ما رجعت في 94 مع دفعة المبعدين، رديت التحقت بالجامعة مرة أخرى وكملت دراستي. في الفترة الأولى ما بين 83 وال 85 كانت فترة جميلة ورائعة، كانت فيها نشاطات شبيبية، وكنت أيامها رئيس حركة الشبيبة الطلابية، وخضنا انتخابات ونشاطات، فكانت جميلة. ما طولتش في الفترة هذيك، أبعدوني سلطات الاحتلال، اعتقلونا وفرضوا علي إقامة جبرية، وبعدين إجي قرار إبعاد. حياة الجامعة النجاح كانت مميزة بالنسبة لي، رغم أني أنا كنت طالب في جامعة الموصل في العراق سنة 70. درست هندسة؟ درست نعم في كلية الهندسة في جامعة الموصل. شو بتختلف طب انتخابات الحركات الطلابية هلأ عن أيامكم؟ يعني تختلفش كتير، بس يعني كانت تتميز هذيك الفترة بوجود كادر متقدم في الشبيبة، يعني معتقلين مقضيين 10-12 سنة بالسجن، خفت النسبة هاي. هل الشبيبة مدللين بحركة فتح والسلطة الفلسطينية؟ طبعا مدللين، طبعا مدللين. كان رحمة الله عليه أبو عمار يعني يهتم في الشبيبة وفي الجامعات اهتمام كبير جدا، ويتابع. كانوا يعني وما زالوا ولا لا؟ لا لا زال، لا زال. وأبو مازن الأخ الرئيس أبو مازن أيضا يهتم ويتابع. أنا أذكر في انتخابات جامعة النجاح كنا في تونس ومتجمعين، كان الأخ الرئيس أبو عمار الله يرحمه، والعالول وصبيحات، كان يهتم بنفسه أبو عمار في النتائج، كان نفسه يتابع النتائج ويسمع ويسأل ويتقصى عن يعني الاحتمالات. فكنت أنا معطي احتمالات إيجابية أيامها، رغم أنه كان صاير في انتخابات في غرفة تجارة رام الله وخسرانين إحنا. مين فاز؟ مين كان منافس؟ كتلة حماس كانت أيام. فكنت معطي تصور إيجابي عن النتائج في جامعة النجاح، فزملائي كانوا يقولوا لي: يا رجل منين جبتوا هالتفاؤل؟ قلت لهم أنا عملت حسابات قبل لا أبعد. أي سنة هذا الحكي؟ هذا الحكي ب 87. كانت بداية حركة حماس بهذاك الفترة؟ لا، كانت في فترتها كتلة إسلامية كانت، ما كان في حماس. كتلة إسلامية كانت ماخذة الانتخابات مجلس الطلبة ما قبل نشوء حماس. فكنت عامل إحصائيات في مستوى القرى والمدن والمخيمات وكل الطلاب وعدد الطلاب، وحاصل نتائج سلف. طيب، هل بتشوف إنه عدل السلطة كسلطة فلسطينية، هي في فرق بين السلطة الفلسطينية وفي فرق بين فتح، صح ولا لا؟ بالتأكيد في فرق. طيب طبعا. هلا السلطة الفلسطينية في أي انتخابات بتجسد كل إمكانياتها لأبناء الشبيبة الطلابية في كل الجامعات، عشان مش السلطة اللي بتجسد إمكانياتها. مين؟ أبناء فتح. طب ما احنا عم بنشوف أبناء أجهزة أمنية موجودين في الساحة وعم بدعمهم كذا. هدول يعني لما ينتمي هو للوزارة ولا للجهاز ولا لأي مؤسسة، لا يعني لا ينهي انتمائه لفتح طبعا، بس هذا بالتالي لما بيصير في نشاط فتحاوي، انتخابات بلدية، انتخابات مجالس طلبة، انتخابات تشريعية، هدول أبناء فتح بيقوموا بدورهم. أكيد. لكن ممنوع منع بات ويحاسب القانون عليه أن تستغل مؤسسات السلطة لأغراض انتخابية لفتح. بكل صراحة، في استغلال أو لا؟ بيرفع عليه شكوى، أي جهة معارضة بترفع عليه شكوى، بتقدم للجنة الانتخابات المركزية أو لجنة الانتخابات في الجامعة، ويعاقب. ممكن أنك تلغي الانتخابات إذا ثبت أنه في يعني استغلال لهذه المؤسسات. أما كأفراد بمارسوا دورهم بنشاطاتهم وعلاقاتهم، هذا ما فيش عليه. هلا شوف، في مأخذين على الضفة الغربية. خلينا نحكي هلا في الواقع الحالي. في مأخذ على وضعنا في الانتخابات كضفة غربية، وفي مأخذ على غزة. هلا بغزة فيش انتخابات أصلاً.
نعم. في الجماعة. صحيح. وهذا مأخذ يعني مخيف وخطير بصراحة. صحيح. الضفة الغربية لما بصير في انتخابات في الجامعات ونتمنى أنه نشوفها كمان في غزة، بس اللي بصير أنه في دعم كامل بكون السلطة الفلسطينية للشباب الطلابية، فبالتالي بصير في بتحفظ على عدم توازن، بتحفظ على كلمة دعم من السلطة الفلسطينية. هلأ هذا ما أخذ أنا الشارع. بقول عنه دعم من أبناء فتح العاملين في السلطة وهذا حقهم، لكن السلطة كسلطة لا تتدخل. اما العاملين في السلطه كيف في كيف الوزارات، كيف الناس بالشارع بدهم يميزوا بهذا ما هو مفترض يميزوا. انا بحكي هذا الكلام من شان الناس تميز، ما هو عشان تكون عارف انا كوني ابن فتح ما بن موجود في جهاز امني او في الوزاره او في بتحرمنيش حق اني ادعم تنظيمي وحزبي الموجود في انتخابات بلديه او تشريعيه. لكن خلينا اقول لك شغله، يعني رغم هذه المآخذ اللي المختلقة، هاي موجودة بالشارع. أنا بقول لك مختلقة وفيها مبالغة وتستخدم من قبل أطراف يعني منافسة. الانتخابات اللي بتجري في الأراضي الفلسطينية من حيث النزاهة والشفافية لا يوجد فيها زيها حتى في أوروبا. هذا جانب مختلف. لا ما هو هذا مهم، وإحنا إيش بهمنا في الانتخابات بالنهاية؟ مش النزاهة والشفافية، وبالتالي في نزاهة وشفافية. هلا النزاهة أنت بتحكي التزوير بدخل ضمن إطارها التزوير. لا النزاهة والشفافية حتى التدخل حتى الضغط حتى يعني الممارسات، يعني إنه الأجهزة أو السلطة تمارس سلطاتها بطريقة فجة. إحنا ما بنحكي بهذا الجانب. لا هلا المأخذ اللي عليكم إنه مثلا كسلطة فلسطينية بقدموا كل الدعم المعنوي للشو اسمه هلا كسلطة في إلها صلاحيات، في إلها يعني إيديهم واصلة، ممكن إنه يجيبوا لهم دعم بطريقة أو بأخرى، مش شرط تكون علنية أو موجودة أو مادية، ممكن طريقة حشد الأصوات، طريقة المونة على ناس أكثر. هذا قصدي، يعني هو شوف يعني في منه هذا الإشي أو هو لا. في جانب سلبي من الموضوع أصلا، لأنه أي مظهر من مظاهر دعم اللي أنت بتقول عنه السلطة للانتخابات في مجالس الطلبة بينعكس سلبي، بجيبش إيجابي، بينعكس سلبي، بتصير يستخدم للتشهير والتشويه والتحريض ضد الطرف اللي هو فتح. هو ليش؟ لأن السلطة مش محبوبة وشعبيتها صحيح. السلطة وين ما كان في العالم كله السلطة مش محبوبة. السلطة لما تمارس الحكم في أوروبا وفي الدول الإسكندنافية وفي كل دول العالم السلطة غير محبوبة، لأنه السلطة عادة هي اللي بتمارس الاعتقال والغرامة والضرائب والمحاسبة والمخالفة في السير، وبالتالي السلطة للشارع عادة يعني أي كان. أنت بتشوف طبيعي أنه الشعب بيكون علاقته زي مع السلطة والله. مع السلطة هيك هدول بقوموا بواجباتهم لحفظ النظام، وأحيانا المواطن يعني بيقول وين السلطة تحفظ النظام؟ لما يجي طبعاً لما يجي تحفظ النظام ويطب فيه بيقول يعني أنا أبو هيك سلطة، هيك عادة الناس يعني. لكن أنا بقول لك من حق أبناء فتح في السلطة، في الأجهزة الأمنية، في الوزارات، في أي مكان في التنظيم، أن يدعموا انتخابات، أي نوع من الانتخابات، مجالس طلبة، بلدية، تشريعي، نقابات، من حقهم يدعموها تنظيمها. طب في عنا تجربتين مؤخرا، جامعة النجاح وجامعة بيرزيت، كيف أنت بتشوفهم بوجهة نظرك؟ يعني أنا بشوفهم قمة في الديمقراطية وقمة في يعني التعامل في موضوع الانتخابات وتجري الانتخابات بروح الديمقراطية. هذا يعني جو إحنا يعني نعتز ونفتخر فيه. ما جرى في بيرزيت، ما جرى في النجاح، نعتز ونفتخر فيه، انه بتجري انتخابات بين طلاب حدين، بيكونوا مرات حديين وتجري دون اشكالات ودون طوشات ودون ودون ودون. هلا في دول بتصير فيها مذابح في الانتخابات، في سواء تشريعيه او مجالس بلديه او مجالس طلبه. يعني احنا في بلادنا، في حركتنا، في مجتمعنا الفلسطيني، احنا متقدمين جدا على صعيد ممارسة الديمقراطية، وخاصة فيما يتعلق في الانتخابات. في ناس في صفوفنا بيقولوا
انتخابات في ظل الاحتلال مش معقول. يعني في ناس من عنا مش قابلين منطق انه في ظل الاحتلال احنا نعمل انتخابات، وبالتالي الاحتلال يمكن يتدخل، يمكن يؤثر. نعم صحيح. لكن احنا لانه يعني عشنا الجو الديمقراطي زي ما كان يردد رحمة الله عليه ابو عمار، احنا يعني ديمقراطية سكر زيادة عندنا، وغابت البنادق، ديمقراطية غابت البنادق. فإحنا مارسنا الديمقراطية منذ النشأة في منظمة التحرير وبفتح. شو رأيك منظمة التحرير هلا؟ هو منظمة التحرير هذه يعني ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، أخذت ونالت هذا التعريف وهذا الموقع بنضالات أبناء. ماشي، هذا مش مختلفين عليه، بس هلأ في الوقت الحالي هل بتشوفها هرمت وبدها شوية تجديد؟ لا، هي بالتأكيد وشباب. بالتأكيد بالتأكيد منظمة التحرير حاليا يعني بعض أعضاء اللجنة التنفيذية تجاوزوا الثمانينات، وبالتالي لابد من إجراء انتخابات مجلس وطني وانتخابات لجنة تنفيذية ليرجع فيها النفس القوي. هذا مطلب فتحاوي، ومطلب حتى مطلب القيادة الفلسطينية، هذا مطلب وطني، لأن المنظمة تشمل كل الفلسطينيين. مطلب وطني ومطلب فتحاوي. يعني انت بتسألني بصفتي فتحاوي، بقول لك احنا طالبنا وكنا بدنا نعقده. المجلس الوطني كان بده ينعقد اذا بتتذكر فترة من الفترات، ولكن بعض الإخوة والرفاق للأسف يعني عطلوه، ولا زالوا يعطلوا، لا زالوا يعطلوا. ليه؟ هناك أسباب عديدة. يعني في البعض في أجندات سياسية في الموضوع، هذه واحدة منها. تنتين يعني كمان إحنا إلنا يعني مطالب من الطرف اللي بده يدخل منظمة التحرير، وتحديدا حماس. اللي تدخل منظمة التحرير وانت مش معترف ببرنامجها السياسي، ولا معترف في ميثاقها الوطني، ولا معترف. يعني بدك أول إشي تقدم تقول أنا بعترف بمنظمة التحرير في برنامجها السياسي، ولما أنت تعمل انتخابات وتفوز بدك تغير غير. أما تيجي تغير البرنامج وتغير 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 قبل لا تدخل بحد ماشي. بس وثيقة حماس لجدة صار فيها شوية تغييرات بهذا الخصوص. والله شوف، تغييرات يعني كل واحد بيقرأها زي ما بده. أنت كيف قرأتها؟ أنا قريتها إنها مناورة. ليه مناورة؟ طب هم لأن الواقع العربي والواقع الدولي يحتاج إنه حماس من شان تدخل على الواقع العربي والدولي حتى الإسلامي بيحتاج إنها تغير النظريات تبعها. أنت بتشوف وثيقة حماس طالعة من قلب حماس نفسها، ولا في أجندات إقليمية؟ لا لا، في طلب من حماس، وواضح يعني تدخلات عربية وإقليمية ودولية. ماشي، نصائح. بديش أقول تدخلات، أنا ما بحبش أستخدم عبارة تدخلات. كانت في نصائح من قبل الأشقاء في قطر وفي مصر، وحتى في أوروبا كثير ناس قالوا لهم غيروا هيك، إذا بدكم توصلوا لمرحلة القيادة وتقودوا الشعب وتحلوا محل الجماعة الموجودين حاليا بدكم تغيروا. فغيروا. بس أنا قراءاتي دقيقة لما ورد في النصوص وما لحقها من تصريحات، وما لحقها من تصريحات. ما هو مرات التصريح يعني أنت بتشوف هدفها إنه بدهم يجوا مكان الفتح أو مكان السلطة؟ يعني هدفها إنه يدخلوا في المجتمع، يعني يكونوا مقبولين لدى العالم العربي ولدى الأوروبيين، فهم أجروا. طيب هذا التغيير. ليش ما نشوف هذا الإشي بجانب شوي من التفاؤل ونحكي ممكن نعمل معهم شراكة سياسية؟ إحنا رحبنا بهذا الوثيقة، رغم إنها ما اعتبرناهاش جديدة، هي عبارة عن ميثاق الوطن الفلسطيني، نفس بنود الميثاق الوطني. تمام، بس هم فصلوا عن الإخوان، يعني مجبوش سرت الإخوان، وهذا كان أكبر ما أخذ عليهم من قبلكم. صح؟ ما جابوا سرت الإخوان المسلمين أبداً في وثيقة حماس الجديدة. لا لا، سموا حالهم حركة وطنية. سموا حالهم حركة وطنية فلسطينية. هذا يعني هذا هذا تقدم إيجابي بنعتبره. هاي النقاط اللي أنا عم بحاول أوصلك إياها. هذا لا يكفي، لا يكفي. إيش المطلوب؟ هلأ في تصريحات جرت بعد إصدار الوثيقة من عدد من قادة حماس، يعني صاروا يتنصلوا من الوثيقة، وهذا يعني صار مؤشر إنه هل حماس متفقة جميعها على ما ورد في الوثيقة، ولا في غزة إشي والخارج طب إشي. طب أنا عندي سؤال، هل فتح كل فتح موج يعني بتآمن ببرنامج فتح السياسي؟ طبعا.
طب ما احنا عم نشوف اكثر من فتح هلا. لا فيش اكثر من فتح، برنامج السياسي متفقين عليه كلنا، اما ممكن تلاقي اكثر من فتح مختلفين باسباب اخرى. اما على البرنامج السياسي فتح في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب متفق على البرنامج السياسي اللي هو برنامج منظمة التحرير، اللي هو برنامج الشعب الفلسطيني، دولة فلسطينية على حدود عام 67، عاصمة القدس، حق العودة، كل هذا برنامج السياسي لفتح هو برنامج منظمة التحرير، فيش في عليه اختلاف. اختلافات ممكن بتصير على الشخصيات، هذا ضد هذا وهذا مع هذا، هذه أمور يعني حزبية داخلية يعني ملهاش علاقة في البرنامج السياسي. طب انت كحدا فتحاوي كيف بتشوف حركة فتح هلا في هذا الوقت؟ قديش بتشوفها قوية؟ شوف حركة فتح زي ما سماها أبو عمار، أنا بسميها كطائر العنقاء، يعني بتغيب شوية بتضعف شوية بترد بتنهض. هلا هي ضعيفة يعني؟ لا أنا ما بقولش، بقول أحيانا بتغيب وبتضعف وبترجع. يعني هذا عبر التاريخ، بتتعرض لضربات، تتعرض لمؤامرات، تتعرض لضغوطات. الآن وضع فتح في المتوسط، بقدرش أقول إنه يعني في القمة ولا في القاع، هي بالمتوسط. بالتأكيد في جهود تبذل، لكن لو تسأل الكبار بيختلف رأيهم عن الصغار. الشباب الصغار اللي أنا بشوف فيهم فتح وبشوف مستقبل فتح لما بشوف نتائج انتخابات في الجامعات والمعاهد، هي فتح، هي الجيل، هي الجيل الجديد، احنا جيل يعني روح. هلا الواقع هذا، انا لما بشوف الجيل الجديد عماله انتوا الخبره في العمل بيفوز السياسي. بيفوز في انتخابات عدد الغالبيه العظمى من الجامعات والمعاهد، بقول فتح بخير، هي مقياس ماشي. بس ما بستشيروكم انتوا يعني اللي كنتوا لا اكيد 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 لنا دور وفي توجيهات وفي مؤسسه وفي مكتب خاص في الشبيبة في الجامعات وقيادة للشبيبة في الجامعات من بعض من لهم خبرة قديمة في المسائل هاي بالتأكيد. بس يعني أي واحد من الكبار ولا حتى من بيشوف يعني عنده طموح يشوف فتح أحسن بكتير مما هي عليه، فبالتالي نسبة النقد أعلى من نسبة الفخر والاعتزاز لأنه هو بده إياها أحسن، فبالتالي بتسمع أصوات الناقدين أعلى من أصوات اللي يعني بيعتبروا لأنه بدهم إياها أحسن. طيب لو صارت هلأ انتخابات بالضفة الغربية، انتخابات تشريعية، مين بيكتسح، حماس ولا فتح؟ أنا برأيي فتح. أنا برأيي فتح بعد تجربة الشعب الفلسطيني مع حماس في غزة وفي الضفة، بعد التراجعات السياسية اللي قدمتها حماس وعلاقات حماس الغير واضحة مع مصر، ويعني لا حماس تراجع، وضعها تراجع. طب كسلطة فلسطينية ما تراجعت؟ لا أنا ما بحكيش، أنا بحكي كفتح. ما هي السلطة عنا هي فتح. شوف ما حكينا عن السلطة إحنا، لا 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 السلطة مش فتح، مجدلاوي فتح تمام، وزير تمام. أنا بدي مش عارف إيش في عندك كذا وزير في الوزارة، هدول فتح، رامي الحمد الله فتح هو رئيس الحكومة، في عشرات صديق في من هون أصدقاء لفتح زي رامي الحمد الله، احنا بنعتبره صديق لفتح، بس هو مش فتح. وفي يعني عدد كبير من الوزراء والوكلاء الوزارات والعاملين في السلطة مش فتح، إذا ما بنقدر نقول السلطة فتح. يعني هاي تلبيسة فتح بأنها هي السلطة وبالتالي كل ما يجري من مش تلبيسة، هي الغالبية، غالبية السلطة. بقبل تقول لي الغالبية، فعشان بس أنا أقول لك، بس أنا أقول لك بصراحة بصراحة أنا في فتح في اللجنة المركزية، كوني كنت عضو أمين سر المجلس الثوري، عضو في اللجنة المركزية وقبلها عضو في المجلس الثوري، إحنا ولا مرة لا أيام أبو عمار ولا أيام أبو مازن عيننا وزراء ولا عيننا محافظين ولا عيدنا ولا عيننا هي مهمة كيف الرئيس. كيف كان يكون التعيين؟ شوف كيف في الأحزاب اللي بتكون حاكمة، اللي بتسمى حزب حاكم، في داخل أطر الحزب مؤسسات الحزب بتم ترشيح للرئيس اللي بيكون من نفس الحزب، بتم ترشيح محافظين، ترشيح قادة أجهزة، ترشيح وزراء، بتم الترشيح من داخل المؤسسة الحزبية. أنا ما بصير، إذا أنا ما بقدرش أقول إنه فتح هي بتحكم. أنتوا حزب حاكم؟ لا
مين الحزب الحاكم عندنا بفلسطين؟ فيش عندنا حزب حاكم، عندنا احنا وحدة وطنية، عندنا مشاركة في ما هو صار انتخابات وصار وفازت حماس وبعدها صار ما اسمهاش حزب حاكم. فيش عندنا نظام الحزب الحاكم، نظام الحزب الحاكم يعني هو الحزب المسيطر على كل شيء. لا هلا ما دام فازت حماس معناته هي بتأسس الحكومة، يعني هذا قصدي. بس في رئيس، تمام، في رئيس هو اللي بيكلف رئيس الوزراء. انا بحكي على الحكومه، بحكي على من ناحيه الحكومه. فازت حماس، صارت الطوش بين فتح حماس وكذا، حماس استلمت غزه. لا هو 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 فازت حماس، كلف الرئيس ابو مازن اسماعيل هنيه بتشكيل الحكومه وتشكلت ثلاث شهور بتشكيل حكومه كان نائبه فيها عزام الاحمد، حكومه وطنيه. تشكلت حكومه وطنيه. لا ناصر الدين الشاعر كان نائبه. كان عزام الأحمد نائب إسماعيل، ناصر الشاعر كان بعدها نائب بعد. رئيس الوزراء، نائب ثاني لرئيس الوزراء وزير التربية والتعليم. أوكي. فترتها هلا بعدين انسحبت فتح من الحكومة لأسباب عديدة، وقامت حماس بالانقلاب تبعها المشهور. ليش انسحبت فتح أيامها؟ والله ما بعرف تفاصيل، أو يعني مش ذاكر هلا التفاصيل، لكن في أسباب كانت لها علاقة في تنصل حماس من البرنامج السياسي وإطلاقها باسم الحكومة، إطلاقها تصريحات ومواقف لا تنسجم مع مواقف السلطة، وأيضا بسبب كمان اللي هو يعني انقلاب فسخ الحكومة. ليه انقلبت حماس على فتح أو على السلطة؟ لأنه حماس بدهاش شريك، حماس بدهاش بدها السيطرة الكاملة إلها في غزة وفي الضفة كمان، بدهاش شريك. أنا كنت وكيل وزارة الداخلية في هذاك الوقت لما صار بغزة، كنت موجود بغزة؟ كنت موجود في غزة. شو اللي صار؟ شو عايشت تفاصيل؟ لا أنا بحكيش عن تفاصيل الانقلاب، بس أنا بدي أحكي لك على تجربتي. إحنا قبلنا بنتائج الانتخابات، تمام، نتائج ديمقراطية، والرئيس كلف إسماعيل هنية. أنا كنت وكيل وزارة الداخلية، هو الوزير وأنا الوكيل، وبالتالي بكل أريحية، وربما أنا ما كنتش بدي، يعني بصراحة رحت للرئيس أبو مازن قلت له أنا ما بقبلش أنا أكون يعني تحت إمرة، قال لي لا لازم تضلك. ليش ما حبيت؟ طب ما هو فاز. ماشي، بس أنا قائد بفتح، ما بقبل أكون تحت إمرة قائد بحماس. ما هي نتيجة انتخابات. أوكي هذا السبب الديمقراطية. أنا بقبلش نفسيا. الرئيس أبو مازن مش مرتاح، بس الرئيس أبو مازن قال لي لا لازم تضل، وضليت، وأسبوع أداوم في غزة وأسبوع في الضفة، يعني تعامل مع الأمور. ولا ما كنتش في غزة لما صار الانقلاب، كنت في الضفة. بعد الانقلاب ما رحتش. لا رحت على رأس وفد مجلس ثوري زيارات بعد الانقلاب، أيام الحرب رحنا عدة زيارات. هم بسموه الحسم مش الانقلاب. أنا بسميه الانقلاب، انقلاب الأسود، لأنه أضر بالشعب الفلسطيني، أضر بالقضية الفلسطينية، أضر بسمعة الفلسطينيين. أنا بتذكر يعني كنت مرة في مصر في السوق، واحد عرف إني فلسطيني، قال زمان كنا نقول الله ينصركم، الأيام هاي صرنا نقول الله يصلحكم. يعني سمعتنا صح كمناضلين صارت سيئة قدام موضوع قدام العالم، إضافة إلى يعني استخدامه من قبل الإسرائيليين، اللي أنا واثق تماما أنهم لا يريدوا ولا يدعمون أي إنهاء للانقسام، بل بالعكس بغزوا الانقسام وبدهم. هذه ما هي سياسة شارون من يوم ما عمل الفصل الأحادي الجانب. فبالتالي لا إحنا نرجع لقصة قبلنا بالنتائج الانتخابات، وتسلمت حماس الوزارات وكل أريحية. يعني ممكن أنا شخصيا ما كنتش راضي نفسيا مش، لكن تنظيميا التزمت وتعاملت مع سعيد صيام الله يرحمه، سعيد صيام وزير الداخلية، بكل محبة وأريحية، ورجل فاضل ورجل حبوب. أنا شخصي على المستوى الشخصي، شو عمل بعد الانقلاب هذه قصة ثانية. وكنا في غاية الوفاق، ما في مشكلة. هلأ شو اللي دفعهم؟ هم كانوا يحضروا حالهم، سيبك من دفعهم ما دفعهم،
كانت الأسلحة تدخل وجهات جهات إقليمية كانت تعطيهم أسلحة وشايف الأسلحة، إسرائيل شايف الأسلحة وهي تدخل، وبالتالي يعني مش إنه حصل شيء سبب الانقلاب، لا هو مخطط له حتى لو ما فازوش بالانتخابات مخطط له كان. شوف هذا الموضوع كتير شائك، كتير 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 أوكي شائك. أوكي يعني فهم في وجهات نظر متعددة، بس بالنهاية بنرجع نحكي إنه الشعب مش راضي على الجهتين، يعني الشعب. والشعب في هيك حالة، أنا بقول لك ما هو الشعب مش راضي هلا صحيح على الجهتين، لكن فيه ظلم. تيجي تتهمني أنا اللي جرى علي الانقلاب زي اللي عمل الانقلاب، انا زي ما هو هداك بيحكي، لانه انا مش انا اللي عملت انقلاب، مش انا اللي قتلت ولا ذبحت ولا اسرت ولا سحلت الناس بالشوارع، مش انا. المشكله مش هون، المشكله انه هداك بيحكي ما احنا قعدونا على الاناني وانظلمنا. هلا قعدونا بدهم ينتقموا، يعني جايين ينتقموا شو؟ اذا قعدونا نحن بالحكومه وهي حقنا، ففي الموضوع يعني مش عارف انت وين الصح. انا ما بس يعني بعتبره ظلم ان يساوى بين الضحيه والمجرم. اللي قام بالانقلاب واللي قتل 600 700 كادر واللي بشع واللي شنع واللي وصل غزه للمرحله اللي عمل انقلاب فتح مشي، اللي عملت انقلاب، اللي عمل انقلاب حماس. اذا تيجي تساويني انا وياه، لكن هاي النتيجه انه الناس المواطن احنا اللي ندفع الثمن. صار بقول ابوهم الجهتين، ما هو احنا انه احنا كشعب فلسطيني مش بس احنا أبوهم اللي ندفع، بس مش بس ابوهم الجهتين كمان. يعني ديك اليوم بحكي مع واحد بقول له حاله الاحباط والياس سببها انه التنظيمات عاده هي نبراس بتفش غل الشعوب، نبراس الشعوب هي مدرسة للشعوب، فبالتالي المدرستين الموجودات الأساسيات بسبوا على بعض، بقولوا عن بعض خونة، بقولوا عن بعض كفار، بقولوا عن بعض جواسيس، بقولوا. طب الشارع هذا اللي بيسمع من الطرفين ضد بعضهم البعض، مين يثق؟ شو صار في الشارع الفلسطيني؟ ما في احبط، ما في ثقه سياسيه. لا ما هو احبط بسبب هذا، ما هو نتائج انقلاب نتائج فظيعه جدا، نتائج مدمره، وبالتالي احنا بنعاني من نتائج انقلاب. لهذا السبب نسعى لانجاز المصالحه وانجاز الوحده الوطنيه ان شاء الله يا رب. يعني ان شاء الله بنتي يعني اثاره، انا بحكي اثاره ولا بس مطولة يعني اذا نطلع على الواقع مطولة. بغض النظر هلا خلينا نروح على مواضيع مختلفة تماما، مواضيع ما بتسمش البدن. كيف انت والسوشيال ميديا؟ انتوا الناس الاعتاء خلينا نقول بتحبوا الامور التقليدية دائما، يعني بتحبوا تكتبوا على ورقة مثلا، بتحبوش تكتبوا نوت على الموبايل. هل انت من هذا النوع؟ هل عندك صفحة على الفيسبوك بتتابع؟ لا ما عنديش صفحة على الفيسبوك، وما عنديش يعني رغبة اني ادخل على، بسمع من واتساب. واتساب عندي، واتساب عندي على البليفون، بس يعني الفيسبوك من كتر ما سمعت ما يقال عليه ويذكر عليه من اخبار قرفت يعني جبتها انت قرفت. فانا مش مشارك ولن اشارك، طالما انه المستوى اللي نزل له البعض. طبعا في شيء فائده طبعا، بس في اشياء، بس البعض دائما بياثر اكثر. يعني المستوى الهابط من الشتائم والمسبات على الكبير وعلى الصغير، في شيء احترام لا لكبير ولا صغير، هذا شيء مقيت. واتساب والله ما بعرف، دخلت من شان احكي مكالمات مع ما تكلفنيش مصاري مع ابني مع الناس اللي في الخارج، يعني دخلت واتساب ولا هو داخل علي 50 توصلك مسجات بتوصل مسجات واخبار وعدد من المواقع، الوطن نيوز والعرب نيوز وكثير في مواقع، مش انا دخلت عليها، هي دخلت علي، بعرف ايش كيف كنا مسجلين رقمك وشوفوك انك انت عامل واتساب ببعثوا لك. يبدو هيك. شو الفرق بين حياه زمان وحياه هلا من ناحيه تكنولوجيه، من ناحيه تواصل، من ناحيه علاقات اجتماعيه؟ التكنولوجيا طبعا مفهومة، يعني صارت العالم كلها مع الموبايلات بطلت تعرف بعضيها، يعني صارت حتى الأسرة بيقعدوا على في البيت على التلفزيون أو في قعدة عائلية كل واحد ماسك الموبايل تبعه أو الكمبيوتر تبعه وشغال فيه، بطلوا يحكوا مع بعض. زمان لما كنت تغير جو شو كنت تعمل قبل 30 سنة خلينا نقول؟
أزور خواتي، أزور إخوتي، أعمل زيارات. هلأ على الواتساب؟ هلأ لما يعني هلأ شوف، أنا ما بلومش الجيل، هو هيك طبيعي يعني، كل جيل له نظامه. له جيلنا احنا كنا نحب الأسرة ونحب العائلة، نرتبط فيها أكثر. جيل اليوم لا، علاقاته غير يعني، يعني قصة الأسرة والعائلة والخالتي وعمتي وعمي وخالي طلعت شوي من راسه، طلعت شوي من راسه. احنا كنا نفتخر فيها ونعتز فيها ونتابعها، فبالتالي العلاقات الاجتماعية زمان كانت أجمل وأرقى وأحن. اليوم لا، صارت العلاقات الصداقات الشخصية يعني أوكي حلو، وركيكة العلاقة بتضل يعني مش هالقوة. لا ما هي بتختلف، العلاقة الأسرية والعائلية القرابة أقوى بالتأكيد بتكون من الصداقة. أنا قصدي زمان لما كنت تصاحب شخص كنت تروح تزوره وتشوفه دائما، هلا أنت بتحكي معه على الفيسبوك وعلى الواتساب، فما في التقاء بينك وبينه. لا ما هو فيش التقاء مع أولاده وبناته في البيت التقي معه. احكي لنا طبعا عن عائلتك، حياتك الزوجية، كيف تزوجت أولادك، مين أكثر حدا بتحبه منهم؟ يعني على كلهم بحبهم زي بعض طبعا. لا احنا جايين نهدي النفوس، مين بتحب اكثر واحد؟ في مثل قاله حكيم، قالوا سألوه مين احب اولادك لك، قال المريض حتى يشفى والمسافر حتى يعود والصغير حتى يكبر. صحيح. فعندي صغير وعندك مسافر وعندي مسافر وعندي لا ما عنديش مريض الحمد لله. الحمد لله. طيب. فبالتالي كلهم محبتهم زي بعض. بالتأكيد أكثر، بالتأكيد أكثر واحد اللي هو فؤاد اللي هو الكبير. هو مقيم حاليا في بريطانيا، في بيشتغل في إحدى المستشفيات في لندن. طبيب هو؟ طبيب وبيعمل إن شاء الله تخصص. تعرفت على زوجتي في خلال النشاطات، أيام طلعت من السجن ب83 وكنت مسؤول تنظيم ومسؤول شبيبة ومسؤول كذا، فزوجتي كانت عضوة في لجان المرأة للعمل الاجتماعي. يعني من عملك السياسي. فكنت أروح أعطيهم محاضرات وعن فتح وعن سياسة وكذا كذا في موقع، في مقر لجان المرأة. تعرفت عليها وصار مشت الأمور. بس يعني خطبت وأسست بيت وكل إشي، وبعدت قبل ما يتم العرس صار في عمان. يعني الإسرائيليين أبعدوني بعد ما فرضوا علي إقامة جبرية. يعني الحياة الأسرية مريحة وكويسة والحمد لله، عندي بنتين وولد. طبعا أنا تزوجت متأخر وبحكم الإبعاد ما يعني كنت عامل ضبط للنسل، لأنه يعني جبت اثنين أول إشي، فكانوا يلحوا علي أهلي وأهلها إنه بكفيش اثنين. أنا كنت أقول لهم لو أبعدت على تونس أو على بغداد أو على أحمل واحد هيك واحد هيك، الثالث وين بدي أحطه؟ هلا لما استقر الوضع وشو اسمه إجت الثالثة الله يخليها ويرضى عليها، رسل. فالحمد لله حياتي الأسرية. أنت راضي عنهم؟ طبعا. عن أولادك؟ الحمد لله. شو بتتمنى لهم؟ إشي أنت ما حققته بحياتك ممكن يحققوهم او دائما تدعيهم عليه، توجههم عليه؟ وانا كنت حابب ادرس طب فما درستش طب، فوجهت فؤاد. وجهته ولا اجبرته؟ لا ما اجبرتوش، لا وجهته. قد ايش جاب معدل التوجيهي؟ 97 وشويه. ما شاء الله. وجهته يدرس طب. طب عام؟ طب عام. شو ناوي يتخصص؟ عين شمس. هو ناوي يتخصص جراحه قلب واوعيه دمويه وهيك شغلات. جميل. طيب عمرك توسطت لحدا من يعني بديش احكي من عائلتك، من كتير اصحابك؟ كتير 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 كتير. انت مع الواسطه يعني؟ والله شوف، يعني انت يمكن انت جزء من مجتمع ماشي هيك، تقدرش انت تيجي تقول للناس انا بتدخلش انا ماليش. ما هي الواسطه فساد ولا دعم اجتماعي؟ لا هي دعم اجتماعي، انا بعتبرهاش فساد، لانه لا فيهاش لا رشوه ولا مقابل. ماشي، بس ممكن تحط حدا مش كفؤ مكان ما بالناس. لا ولا بتحط واحد مش كفؤ، والحمد لله يعني اللي توسطت لهم كانوا يبيضوا وجهي دائما يعني يقولوا لي يعني انت مش لاي حدا تتوسط. ايه مش لاي حدا تتوسط، بتكون عارف. لا 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 لا، اي مواطن فلسطيني كان يجي يطرق بابي
لوظيفه، لعلاج، لمساعده، لرتبه، لاي شيء، يعني بغض النظر. يعني طبعا انا يعني دقيق، بيستاهل. يعني في ناس بيستاهلوش، يعني يجوا هيك بدهم رتبه او بدهم درجه، ما اسعى لهوش. كنت اسعى للي اعتقد انه يستحق، اسعى له ابناء واكون مطمئن ومرتاح. اه اما واحد ما بيستحقش او يعني بده اياها هيك صلبطه، لا ما كنت اسعى له. في كثير هلا من الشباب حاليا قاعدين بيهاجروا برا البلد، في منهم جزء كبير من الكفاءات، شو رايك بهذا الموضوع؟ هذا مؤسف، مؤسف وللاسف يعني هو راح يستمر طالما في احتلال. ماشي، انت كنت من الاشخاص المبعدين وجيت على البلد، شو رايك بالشخص اللي بكون هو اصلا في البلد بس بيضطر يهاجر لانه مش لاقي فرصته هون؟ يعني مين الحق؟ شوف انا احكي لك نموذج على موقفي ضد المهاجره. اخوي تخرج طب في ال 74 من الاسكندريه، جاني على السجن صحيح له شغل بالسعوديه، فقال لي بدي اطلع ابن عم إلنا في السعوديه. قلت له ولو، والواحد بيتخرج مشان يخدم اهله وقرايبه ويضلوا في البلد. شو السعودية؟ ما طلعش. شو اشتغل هون؟ طبيب، طبيب في الصحه يعني، وهلا تقاعد وفاتح عياده. بس طبعا لما روحت من السجن كان لساته مش متزوج. بقول له شو؟ قال لي مش بدك اشتغل. بده 20 سنه وثلاث ارباع الزباين قرايبك ولاد عمك ولاد خالتك، فبالتالي ما حوشتش. ف اخذت درس منها انه يعني اذا واحد مثلا يعني مش لاقي شغل صحيح ومش لاقي دخل، ما بقدرش الومه انه يضطر يطلع، مش يهاجر، يطلع ويرجع. يرجع، يعني مش يهاجر يتخلى عن هويته، لا هذه تخلي عن الهوية، هذه مصيبة. موضوع مؤلم صراحة. يعني مش أما إنه يروح يهاجر يشتغل له فترة بالسعودية فترة بالكذا، هذه ما مش ضد، ما بيجبرك على المر إلا الأمر. فهدول الشباب لما بروحوا بيطلعوا ما بيطلعوش من فراغ، لا 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 أنا فاهم. يعني في جزء كبير منهم بكون، بقول لك تجربتي إنه أنا ما ألومهوش. يعني اللي مش لاقي شغل حقيقي، أما إذا بلقى شغل ولو بالقليل في بلده أشرف له. طيب شو أكتر موقف في كوميدي صار معك بحياتك لهلأ متذكره؟ كوميدي؟ يعني ضحكك أو موقف محرج يعني لهلأ بتحكي يا أبوي هيك كيف صار هيك كيف صار هيك؟ والله مش ذاكرتي، مش موقف محرج مثلا قدام الرئيس، قدام أصحابك، قدام زوجتك، قدام أهلك بالسجن. مواقف عديدة جدا بس أنا مش قادر أنتقي. الواحد مهو لما يسأل مش قادر أنتقي منها موقف مميز كوميدي ولا درامي ولا. طب حزين؟ حزين في موقف. شفت كيف إحنا بنتذكر المؤلم ما بنتذكرش المضحك. حزين بتذكر الحزين، في يوم استشهاد أخوي على يد الاحتلال الإسرائيلي، ولما رجعنا فيه من المستشفى وشهدت أمي نازلة من البيت لما سمعت إنه مستشهد، و يعني تعرف النسوان نتفوا شعرهم وعيطوا وإشي. كان موقف هذا لا أنساه في حياتي يعني. هذا الموقف الدرامي الحزين. أمي هادئة ورحمة الله عليها ومتزنة، فلما تشوف منظر من هالشكل بيضله عالق في دماغك طول عمرك. طيب خلينا نطلع من هذا الإطار. حال المواطن الفلسطيني كيف تقدر تقيمه من حرية تعبير ومن الفرص الموجودة بالمجتمع الفلسطيني اللي يقدر يعيش عيشة سليمة؟ فرص التعبير ما شاء الله عنها متوفرة أكثر من الجانب اللي حكيته اللي هو فرص العمل. يعني احكوا فهمتكم. بس شو هلا؟ فرص العمل مصيبة. يعني عشرات آلاف الخريجين وغير الخريجين من الشباب الفلسطيني. شو الحلول برأيك؟ شوف الحلول هو يعني
الاحتلال، يعني لما نقول الاحتلال سبب، اكيد سبب، مش بنعلق على شماعه الاحتلال، سبب ماشي، سبب رئيسي بس، والاستقرار السياسي سبب، استقرار الاقتصادي، ما هو الاستقرار السياسي بيولد استقرار اقتصادي، بصير رؤوس الاموال تتشجع طبعا. احيانا حالات الفلتان الامني اللي كانت تصير في البلاد عندنا تمنع اي مستثمر فلسطيني، الفلسطيني صاحب البلاد تمنعه يستثمر، فما بالك بدك تجيب عربي ولا بدك تجيب اجنبي. طيب السوق الفلسطيني اصلا مين بتحكم فيه؟ بتحكم فيه 4-5 ولا هو سوق مفتوح برايك حسب وجهة نظرك؟ لا السوق الفلسطيني مفتوح، بتحكمش فيه 4-5. هلا في زي ما بسموهم كرتلات، يعني في في 4-5، في جهابذة، في 4-5 بس مش مغلق، مفتوح، وفرص الاستثمار وفرص العمل من في كل المجالات، صناعية، تجارية، اقتصادية، زراعية. السلطة الفلسطينية بتساعد على الاستثمار، بتسهل لرجال الأعمال طبعا، مصلحتها مصلحتها انها تزيد بفرص الاستثمار من شان يزيد فرص العمل. طيب هل انت شخصية مرنة ولا شخص متعصب لرأيك؟ لا مرن. يعني عمرك اتنقرت انت وزوجتك على رأي معين او موقف معين؟ لا بتنازل انا. انت بتنخ وش بتنازل؟ شوف يمكن في سجنة 10 سنين بتخليك تروق، وأنا صغير قبل ما انسجن كنت شديد شديد وحامي، ولا كم سنة بالسجن، 10 سنين خلتك تشوف الحياة صح؟ خلص بتصير يعني أكثر رواقة، بتشعر أنه لا في إشي أكبر منك وأقوى منك، ومش أنت يعني يا أرض اشتدي ما عليك يأدي، لا بتصير تروق شوية شوية. كيف بتشوف المواطن الفلسطيني حياته السياسية من 10؟ من 10، هل كل مواطن داخل بالسياسة ولا في ناس ملهاش خص بالموضوع؟ لا في ناس ملهاش خص بالموضوع وكثار بفلسطين؟ بفلسطين. انا بشوف انه الانسان الفلسطيني من اول ما يصرخ لما يجي على الدنيا بدخل بالسياسة. لا والله مش هيك، لا في ناس كثير يعني انا بعرفهم. لا انت، انا قصدي لانه انت كحدا من فتح لكم بالتعبئة او التنظيم وهي القصص فبتشوفوا التفاصيل. لا انا هل بتحاولوا توصلوا للناس؟ بنوصل لناس ما لهوش علاقة، يعني بتنصدموا وبدهوش يكون لهم علاقة. بدهوش. ليه؟ يعني هو يمكن من الحالة اللي حكينا فيها قبل شوي، اليأس والإحباط واليأس وعدم الثقة بالموجودين. احنا قلنا انه الاحزاب عادة مدارس الشعوب، وهي منارات ونبراس لتعليم الناس، بس الناس يعني من جيل جديد خلينا اقول صحي وعي على انه هذا بسب هذا وهذا بقول عن حاله كافر، هذا بقول عن، فبالتالي قرف للأسف. طيب المنصب بغير البني آدم؟ في البعض بتغير الأساس بالتربية. هلا شوف معروض علي وزير، أقبل ولا بلاش نفسي أتحمض؟ لا أقبل. أقبل. ليه؟ قبل شوي كنت أشتري أغراض من واحد الواحة سرقجي، فقلت له هاتلف معك. لا لا يا مش عارف إيش، قلت له يا رجل هاتلف معك، ما كنت فاتح مكتبة أنا بالزمانات وألف، بعرف ألف يعني. فهو استكثرها يعني، أنه كيف حدا شخصية مستشار يعني الرئيس ووزير وقاعد بلف معاي ومش عارف إيش هلأ هذا قبل لا أجي عليك قبل شوي، قلت له يا رجل شو فيها؟ قال لي لا معك حراسات ولا، قلت له معاي سواق ومعاي حراسة بس بمشيش أنا وياهم، ليش بمشي أنا وياهم؟ طالما أنا مش بآذي حدا ما حد راح يأذيني، وإذا كان في حد بده يأذيني لو معاي 50 حارس صحيح بتربص له بيأذيني فاضي. فلا اقبل اذا عرضوا عليك وزير، مش لهالدرجه برضه. طيب سيد امين احنا كثير مبسوطين في لقائك، اهلا وسهلا، شكرا لاستضافتك لنا في بيتك. اهلا وسهلا. اسم برنامجنا شو؟ رمضان كريم. بدنا نسيكم شيء؟ لا ولا نعطيكم، كنا زمان كنا زمان كنا لا زمان في تحويجه السره، هاي سره نحمل سره، روح عند ستي عند تحويجه انا صايم يحطوا له ملبسه كذا، شو رايكم اجيب لكم تحويجه؟ احنا شفناك بكفي تحويجه جدي في الشباب بحكوا لك. شكرا جزيلا، اهلا وسهلا.